العمل كان متوازن يعني يعني إن إنما شغالين الحدادين كل بيكونوا بيفسروا الحديد بيكونوا في نفس الوقت بيتشوه والانسان الروحي ده بالولاده الجديده دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. المفروض ان في طنطا أربعة اثنين ألف وتسعمائة كان بيشتغل في شركة الكتاب بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين في متابعه احتفالنا بالعيد الخمسين لكنيستنا وبنتذكر شعار انها سلم للسماء يعني لا يوجد خلاص خارج الكنيسه سلمها من خلال اسرارها الخلاصيه سلمها من خلال طقوسها المليانه بالروحانيه سلمها من خلال تشفعنا بالقديسين سلمها من خلال امتلاءنا احنا فيها بقى بالروح القدس وبالحراره الروحية وكل مرة بنقف فيها في كنيسة للصلاة للتسبيح نقف فيها بتركيز وبفهم وبإيمان بنمتلئ بحرارة الروح وبالحرارة الروحية دي بينمو الإنسان طبعا في حياته الروحية ينمو في محبة الله وينمو في حياة القداسة لكن اللي بيحصل عمليا الإنسان مش بيحتفظ بالحرارة الروحية دي على الدوام يعني مش باستمرار كتير قوي بتنطفئ جوانا الحرارة الروحية ونقص الحرارة ديت بيتسبب في الفطور الروحي يشعر ببرودة جوا كده الفطور الروحي ده نقص في الحرارة الروحية والكتاب المقدس بيطلب مننا ان احنا نكون حرين في الروح عابدين الرب والروح القدس اما حل في يوم الخمسين يقول لنا الكتاب حل كألسنة من نار الهبت الرسل القديسين بحرارة الروح فاللي بيحل فيه روح الله لابد انه يكون حار في الروح تبقى في حرارة في قلبه في حرارة في حبه وفي صلاته وفي عبادته وفي خدمته حرارة تشمل حياته كلها وتلاقي كل مكان يتواجد فيه المكان ده التهب بحرارته وتلاقيه التهب بالنشاط وبالغيرة المقدسة اللي فيه فالإنسان الروحي يحب الله ويحب الناس والمحبة في الكتاب المقدس تشبهت بالنار وتقال مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة عشان كده الخادم المحب تلاقيه بيلتهب نار زي ما قال كده معلمنا بولس الرسول قال عن خدمته إيه قال من يعصر وأنا لا ألتهب فاللي بيحصل أن كتير من أولاد الله الروحيين مش بتستمر معاهم الحرارة الروحية وبيصابوا بالفتور الروحي ومش بيكونوا على محبتهم الأولى اللي عرفوا بيها او بداوا بيها حياتهم مع ربنا طبعا بيبقى في اسباب وصلت الفتور ده بيصلوا لكن تلاقيهم مش بنفس الحب ولا بنفس العمق ولا بنفس الروح بيقرا في الكتاب لكن ممكن تلاقيه مش بيتاثر بيحضر اجتماعات روحيه قداسات لكن ملهاش نفس التاثير في قلبه زي ما كانت قبل كده وتبقى عبادته كانها بقت بالجسد مش بالروح كانه جسد بلا روح يعني عبادة لها صورة التقوى لكن ملهاش قوتها يتكلموا مع ربنا لكن من غير ما يشعروا بوجوده قدامهم يبقى بيوقفين بيصلوا لكن مش حاسين بوجود الله في حياتهم عشان كده ربنا بيكره موضوع الفطور ده قال للملاك كنيسة لادوكيا يقول هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حرا أنا مزمع أن أتقيأك من فمي ليتك كنت باردا أو حارا، فالفطور خطر والفطور الخطر ده خطورته إنه ممكن يستمر مدة طويلة وبدون توبيخ من داخل الإنسان، وتلاقي الإنسان يعني مش بيبذل أي جهد عشان يقوم من الفطور ده، وطبعا نتيجة الفطور يتحول بقى للخطية من غير ما يشعر ويفقد وداعته ويفقد اتضاعه ممكن يفقد احترامه للكنيسة يدخلها بدون وقار وبلا خشوع كل ده فطور يعني يبقى في الكنيسة ويعلي صوته فيها وممكن بحجة النظام يق... يعني يقصع الآخرين ويفتكر أنه بيعمل شيء كويس فالفتور عملية هبوط هبوط من الحب للروتين هبوط من الروح للعقلانية أو نقدر نقول هبوط من فضائل الروح لفضائل الجسد هبوط من ان الواحد يبقى مشغول بالله وينشغل بالناس فيبقى بيتعامل مع ربنا من بره مش من جوه مش من داخله مهتم بالفضائل مش في عمقها ولكن من حيث الطول وخلاص فالمفروض الحياة الروحية كل ممارستها تبقى حب ربنا بتصلي لانك بتحب الله وتقول له كده اشتاقت نفسي اليك يا الله كما تشتاق الارض العطشانة للماء بنصلي له في نص الليل نقول له محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي لكن في حالة الفطور تلاقي الصلاة بقت واجب أو فرض يصلي عشان ضميره ما يتعبوش وممكن يصلي ومفيش رغبة ويصلي بغير عاطفة بغير حرارة وربما بغير فهم وصلاة تبقى بلا انسحاق أو خشوع ولا فيها تأمل ويمكن ما فيهاش إيمان وبلا حب نبي بيصلي وخلاص واللي بنقوله عن الصلاة في حالة الفطور ممكن يتقال عن باقي الوسائط الروحية فتصبح القراية للكتاب المقدس بقت روتينية بدون فهم وبلا تأمل وبغير تطبيق في الحياة وبغير تدريب ومفيش لذة في كلام الله في حين معلمنا داود يقول الرجل المملوء بالحرارة الروحية والفرحت بكلامك كمان وجد غنائم كثيرة ففطور الروح يخلي القراءة روتينية أغلبنا بدأنا حياتنا الروحية بالحب الإلهي لكن ما استمرناش فيه ليه ربما اللي وصلك للفطور هو اهتمامك بالكميه مش بالنوعيه فتحولت عبادتك الى شكليه عايز تصلي عدد من المزامير وعدد من الصلوات وتقرا عدد من الاصحاحات وممكن تضرب عدد من المطانيات وفي كل ده لا يهمك الكيف لم تعد تهمك الروح انما العدد وان وصلت للعدد تبقى راضي عن نفسك وما يهمكش مدى رضا ربنا عن اسلوبك ده؟ معلمنا بولس الرسول فضل انه يصلي خمس كلمات بفهم عن عشر تلاف كلمه بلسان، وطبعا الانسان اللي بيدور على العدد عشان يخلص يعني يخلص الكميه ديت يضطر يسرع في الصلاه، ومع السرعه يبقى مفيش فهم ومفيش تامل ويبقى هدفك انك تنتهي من اداء الفريضه ديت ومش هدفك المتعه. بالحديث مع الله في حب فانحراف الهدف عن مسار الروحي يوصلك بالضرورة للفتور لأنه يبعدك عن روحانية الصلاة اللي هي أصلا بتسبب حرارة الصلاة فكتير من الناس اللي بدأوا يحفظوا ألحان مثلا في البداية بيبقوش لسه حافظين اللحن غيبا المدية برضو التسبحة بيبقوش حافظينها غيبا لكن بيصلوها ببطء وبالتالي بقى في فرصة يتأمل وفرصه يصليها بالروح لما بيوصلوا لمرحله الحفظ بقى تزداد السرعه ويرتلوا التسبيحه بسرعه لدرجه احيانا الالفاظ بتبقى مش واضحه وطبعا مع السرعه والحفظ قل الفهم قلت المشاعر وقل التامل طبعا مش معناه ما نحفظ لكن لازم مع ان احنا بنقول وبنسبح نتلو ترانيمنا والحنا تبقى مش مجرد موسيقى تخلو من روح الصلاة فإذا أنت اتحاربت بحاجة زي كده فقول لنفسك أنا عايز أصلي أنا عايز أكلم ربنا من قلبي ولو بكلمات قليلة زي ما كلمه العشار بجملة واحدة وزي ما اللص اليمين كلمه على الصليب بعبارة واحدة فربما يكون من أسباب فتورك أيضا اكتفائك بالصلوات المحفوظة بتتلوها مش بتصليها من غير ما تضيف ليها طبعا للأسف صلوات خاصة تقولها من قلبك ومن عاطفتك فصلوات المزامير وباقي الصلوات المحفوظة مفروض هي صلوات عميقة ياريت نصليها بفهم ونصليها بقلبك فدي تعتبر كنوز روحية لكن طبعا بالإضافة ليها نحتاج إن احنا نصلي صلوات الخاصة بألفاظ من عندك تعبر فيها على مشاعر اللي في قلبك تخاطب فيها ربنا بصراحة وفي حب أيضا أدخل في تدريب الصلوات الخاصة دي كل ما تتحارب بالفطور قول القصيرة من قلبك وأيضا في فترات حرارتك الروحية تبقى عندك الصلوات الخاصة وليك تأملك وتشوف نتائجها في حياتك نقطة أخرى أخرج من عبودية الكمية والسرعة والروتين والقانون وحاول أنك تصلي بروح وفهم وعاطفة وكذلك افعل في كل وسائطك الروحية فإن كنت في فتور صلي عدد أقل من المزامير ولكن بعمق أكثر، وحاول أنك توصل بعد كده إلى نفس الكمية بس بنفس العمق وإلا خليك إثبت عند العدد القليل فالعمق أهم لأنه هيعالج فتورك الفطور مش بيقف زي ما قلت عند موضوع الصلاة والقراية والتأمل وباقي الوسائط الروحية نما ممكن يوجد فطور أيضا في مشاعر القلب من جوه وفي ثمار الروح المتنوعة وربما حتى في الخدمة الغيرة المقدسة في الخدمة ما بقتش زي الأول في حرارتها وربما الحرارة في محاسبة النفس وفي حياة التوبة فقدت قوتها فالفطور الروحي حياة صعبة لابد نجاهد نحن نخرج منها ونطبخ نفسنا عليها. فطور الروح احيانا مظاهره واسبابه بتتشابه. يعني ايه؟ يعني مثلا انشغال عن ربنا ممكن يبقى مظهر للفطور وفي نفس الوقت ممكن يبقى سبب للفطور. ممكن سياسه الاكتفاء وعدم النمو، يعني يقول لك يا دوبك بصلي في باكر ومزمورين في النوم ومش عايز يزيد عن كده كمثال ممكن تكون سبب للفطور وممكن تبقى مظهر من مظاهر الفطور. من اخطر اسباب الفطور إن الإنسان ينشغل عن ربنا بحيث ما يلاقيش وقت لله ولا وقت لروحياته ويصبح العمق كله للمشغوليات مش لربنا وممكن يخلي ربنا في آخر القايمة وتضيع الوسائط الروحية اللي بتدي الحرارة في القلب يبتدي يفطر الإنسان، المشغوليات دي طبعا ممكن تبقى مشغوليات عائلية، مشغوليات عالمية، مشغوليات بدراسة بعمل ياخد كل الوقت. احيانا يبقى بهواية او بنشاط فكل دول محتاجين نصيحتين النصيحه الاولى تنظيم الوقت النصيحة الثانية حط قدامك العبارة اللي قالها المسيح للمجد ماذا ينفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه عشان تعرف تنظم وقتك محتاج انك تشعر بقيمة الوسائط الروحية وبقيمة ابديتك اذا وصلت للتقييم ده هتصل الى الاهتمام بروحياتك وتخصص ليها وقت، فإن كنت خادم اعرف انه ان ضعفت روحياتك ضعفت خدمتك، ومش هيبقى ليها ثمر، لأن الخدمة مش مجرد نشاط، انما هي روح بتنتقل من شخص إلى شخص آخر، والخدمة حياة يمتصها المخدوم من الخادم، فالله لا يطالبك بخدمة تبعدك عن الصلاة أو تبعدك عن التأمل والحياة السرية معاه. افتكر كده خدمة الابن الكبير اخو الابن الضال قال لأبوه ايه قال له ها انا اخدمك سنين هذه عددها وجديا لم تعطيني قط لأفرح مع اصدقائي مع خدمته الطويلة دي كانت مشيئته ضد مشيئة ابوه وروحياته كانت ضعيفة ظهرت في حديثه مع ابوه ومع اخوه الراجع وظهرت في عدم مشاركته فرح ابوه بعودة اخوه نصيحة من اجل روحياتك اتنازل عن بعض مشغولياتك زي المسليات المقابلات وكتير من الاحاديث اللي ملهاش لازمة وبين الحين والاخر في وسط مشغولياتك ارفع قلبك لربنا في وسط مشغولياتك يا تفتكر حاجتين اذكر يوم الرب لتقدسه واذكر وصية البكور في الوقت مش البكور بس الفلوس؟ لو انت امين في وصية يوم الرب هتساعدك الوصية دي على منع الفتور عنك تدريجيا ولو أمين في وصية بكور الوقت وديت الله بكور وقتك بكور يومك هتلاقي الحرارة الروحية اللي هتاخدها من هذا العمل هتبقى معاك طول اليوم وهتشجعك انك تخصص اوقات اخرى لروحياتك الخطورة في المشغوليات مش مشغولية الوقت وحده إنها مشغولية القلب ومشغولية الفكر لأن كل ده بيدخل جوا الإنسان عشان كده حطت لنا الكنيسة نظام الصلوات السبعة عشان تقطع مشغوليات اليوم بصلة مع الله تتكلم مع ربنا بعيد عن مشغوليات العالم فيبتدي الإنسان يحتفظ بحرارته الروحية فالغربة الطويلة عن ربنا من أسباب الفطور واحد يصلي باكر وبعدين صلاة النوم ومفيش صلاة بينهم يعني في أدق ساعات النهار وأكثرها مشغولية وعصرات ما بيصليش فالنصيحة للموضوع ده ارفع بين الحين والحين صلاة قصيرة ولو جملة واحدة صلاة قصيرة تخدش منك دقيقة علمنا بولس الرسول الحقيقة دينا نصيحة جميلة يقول أنسى ما هو وراء أمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض أسعى لأقل أدرك فامتدادك لقدام يخليك باستمرار غير راضي على الوقوف عند مستوى بتوصل ليه وبالتالي تتحرك لقدام وبالتالي لا تفطر فاحذر الفطور لأنه يتدرج للسكوت وتبقى عرضة للرجوع لورا فالحياة الروحية دائمة الحركة دائمة الحرارة دائمة النمو تسعى لغاية ما تصل إلى ملء القامة زي ما قال لنا معلمنا بولس الرسول لما الإنسان يسعى للامتلاء بالروح لن يفطر لكن حينمو ربنا يحفظنا من الفطور الروحي ويخلينا دايما حرين بالروح عابدين للرب مواظبين على الصلاة لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين <applause> سنة وكنيسة القديسين طيبة بأبائها وشعبها وشمامستها. إحنا بقى 6 ست سنين بعد عن الكنيسة بس الكنيسة وحشتنا قوي قوي ولولا كل التعليم القوية ما كناش هنقدر نواجه التحديات اللي هنا. كل سنة وكنيسة القديسين طيبة كل وبخير. كل سنة وأنتم طيبين وبخير. كنيستنا الغالية على قلبنا كل الآباء اللي وحشنا قوي اللي إحنا دايماً في بالهم وفي صلاتهم كل سنة وكل الكنيسة وكل الشعب والآباء طيبين بمناسبة اليوبيل الذهبي كان نفسنا قوي نبقى معاكم. مفتقدين كل حاجة فيكي شكرا على كل حاجة علمتوها لنا في مدرسة الأحد والخدمة كل سنة وانتم طيبين أي أيوة وحشتونا جدا كل سنة والكنيسة والآباء كلهم طيبين كل سنة وانتم طيبين يا قديسين باي باي, باي, باي. الغالية اللي مفيش أجمل منك بجد وحشتيني جدا جدا كل يوبيل ذهبي وانتي بخير ويا رب دايما أبوابك مفتوحة لكل الناس كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد القيامه وكل سنه وكنيسه القديسين طيبه عشان عيدها الخمسين 50 وعبال مليون سنه كنيسه القديسين واحنا محظوظين ان احنا من كنيسه القديسين كل سنه وانتي طيبه يا كنيستي وحشتيني قوي واقول لكل كهنه كنيستنا كل سنه وانتم طيبين ربنا يديم كهنتكم عقبال سنين عديده وأزمنة سليمة مديدة ربنا يخليكوا لينا وشكرا على كل حاجة عملتوها معايا. كنيساتنا وحشتينا جدا جدا وكل سنة وانت طيبة ودايما مجمعانا حتى لو كلنا بعيد كل سنة وانت طيبة. لما بتيجي تبني عمارة جديدة بتتأكد دايما إن الأساس بتاعها أساس قوي وكويس عشان يقدر يساعد العمارة تفضل طول العمر واقفة مش أي شوية هواء أو شوية ريح تيجي توقعها عشان كده أنا النهارده بشكر كنيسة القديسين. اللي عمرها ما استخسرت فينا حاجه عشان تحط فينا اساس نقدر نكمل بيه حياتنا ومش مع اي هزه او اي شويه هوا ان احنا نقع شكرا كل سنه وانتم طيبين وعقبال 100 سنه بتدرسين ويا رب كده دايما الكنيسه منوره في وسط ولادها في كل حته في العالم كل سنه والكنيسه طيبه ويا رب دايما كده ابابها مفتوح للكل كل سنه والكنيسه طيبه وعقبال الف سنه ويا رب دايما مجمعانا كده كل سنة وكنيستنا طيبة احنا مهما سافرنا ولفينا هتفضلوا قدسين هي كنيستي كل سنة وابائنا الغاليين وشعب كنيستنا الحبيب بخير عقبال السنة المية ويا رب دايما كنيستنا ابوابها مفتوحة لكل ولادها ومهما بنبعد كنيستنا بتفضل اكيد وحشانا سافر قلوبنا دايما بحبها وتعاليمها وايمانها اللي كل سنة وكلكم بألف خير دوبي دوبي

ربنا دي مفاجاه جميله ومحبه يعني احنا ما نستاهلهاش ان سيدنا يكون معانا في هذه الليله المباركه الميرون المقدس على اسم القديس البابا بطرس خاتم الشهداء في كنيسه القديسين بالاسكندريه افزمار نوتيفيوت امين امين افزمار العمل كان ايه متوازن يعني يعني النجارين شغالين الحاجات دي كل بيكونوا بيفصلوا الحاجات بيكون في نفس الوقت بيتشوه والانسان الروحي ده بالولاده الجديده دي يقدر يشوف ويقدر يفهم المفروض ان اتولد في طنطا أربعة اثنين ألف وتسعمائة ستة وثلاثين كان بيشتغل في شركة الكتاب